كان في المنطقة الشمالية أمامنا قطار جلبة يحدثها بعض الأطفال. هؤلاء على ما يبدو هناك فقرة ترفيهية لهم، هؤلاء من النازحين، من الأطفال النازحين في المستشفى، لديهم فقرة ترفيهية. طبعا هذه هي ساحة مستشفى الأقصى. نعم. في هذا الليل وجدوها ساحة للعب على الرغم من هذه الأوقات الصعبة التي عاشوها. نحن نتحدث عن ساعات صعبة عاشوها خلال اليومين الماضيين، لا سيما في محيط مستشفى الشهداء الأقصى الذي سقطت فيه شظايا من الصواريخ على هذه الساحة. اليوم تحولت إلى ساحة لعب ويحاولون يعني الخروج من هذا الجو الذي يعيشه الأطفال بصورة عامة في مخيمات اللجوء. طبعا هنا في المستشفى في الساحة الخلفية للمستشفى كما نعلم جميعا أقيم مخيم للجوء والنازحين في هذا المستشفى، ويعني جاءوا إلى هنا ويحاولون دائما استراق الوقت في الترفيه واللعب في ساعات المساء، لكن اليوم اختاروا الفرحة على طريقتهم وأن يختاروا بتوقيت هذا الفرح وهذه الفقرة الترفيهية لهم على طريقتهم. تجمع أكبر عدد من الأطفال بشكل عفوي، والآن كما نشاهد يعني يحاولون كسر جمود هذه الحرب بهذا الترفيه وبهذا اللهو كما تشاهد نضال معي في الصورة. نعم. يعني بشكل بريء وبشكل عفوي يحاولون صناعة الفرح وسط أصوات الانفجارات ووسط القصف ووسط كل هذه الجو التصعيدي الكبير. بالمناسبة القصف ليس بعيد عن المكان الذي نتواجد فيه، سوى يعني أقل من 2 كيلومتر من المكان الذي نتواجد فيه. يسمعون أصوات الانفجارات طوال الليل، يسمعون أصوات اشتباكات، ويسمعون أيضا قصف المدفع على مدار الساعة، وبالتالي يعني هذه على الأقل فرصة بالنسبة لهم، فرصة ذهبية، لأن أكثر من 60 يوما ونحن اليوم ندخل اليوم الأول في الشهر الثالث من هذه الحرب نضال، ولا زال المشهد على حاله، لا زال مشهد القصف، الدمار، الاستهداف. صحيح أنه خلال 60 يوم كانت هناك 7 أيام من التهدئة لم تكن كافية للخروج من كل هذا المأزق، ولكن اليوم حاولوا أن يكون هناك شيء مختلف في حياتهم، وبالتالي يحاولون قدر الإمكان العمل بما هو متاح للخروج من هذا الجو.